اقتراب انتخابات حزب العدالة والتنمية، حزب أردوغان الرئيسي، ومع تدهور اقتصاد بلاده، نلاحظ في هذه الآونة الأخيرة من رئيس الدولة التركية الفاشية أردوغان يحاول الاقتراب من او عقد اتفاقيات مع اي طرف من اطراف الصراع الموجوده في الصراع السوري، ذلك تغطيه عن تدهور حاله بلاده الاقتصاديه. ففي هذه الاونه الاخيره لاحظنا مدى انتشار المصالحه الذي ستتم بين سوريا وتركيا بوساطة روسيا، وأيضا لاحظنا آراء الشعب أو موقف الشعب السوري بشكل عام من هذه الاتفاقيات أو هذه المصالحة. فمن آراء الشعب السوري وكآراءنا الشخصية نوضح أن ذلك لا يتناسب مع القضية السورية، إنما حل القضية السورية أو حل القضية السورية الكردية بأيدي الشعب السوري، وإنما ليست بأيدي روسيا أو أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي. لن تتم حل القضية السورية على أي أرض، سواء كانت على أرض روسيا أو على أرض أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، إنما حل القضية السورية سيتم حلها على أرض سوريا بوحدة أراضي سوريا تحت تحقيق مشروع الأمة الديمقراطية التي تنص على تعايش كافة المكونات الموجودة على أرض سوريا من عرب وكرد وأشور وسريان ومن كافة الطوائف والأديان والأعراق، متعايشين بشكل سلمي على هذه الأرض تحت تحقيق مشروع الأمة الديمقراطية التي تنادي بوحدة الأراضي السورية وتعايش كافة مكونات والأعراق والطوائف الموجودة على هذه الأرض مع بعضهم البعض بشكل سلمي دون تدخل أجنبي في ذلك. طبعا منذ بداية الثورة وإلى يومنا الحالي تم تقسيم الأراضي السورية بتدخل أجنبي في هذه الثورة، وتقسيم الأراضي لمصالحها الشخصية، لمصالح تلك الدول التي تدخلت في تجزئة الأراضي السورية. طبعا كشعب كردي أو كالقومية الكردية أو كشعب أساسي من أو مكون أساسي من المكونات الموجودة على الأرض السورية، طبعا الشعب الكردي لا يقف مع تجزئة الأراضي السورية، إنما ينادي بوحدة الأراضي السورية لكن تحت تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية الذي تنادي بعدم تطبيق التمييز العنصري بين أي مكون أو أي طائفة أو أي عرق موجود على هذه الأراضي، وإنما تنادي بوحدة الأراضي السورية مع التعايش السلمي لكافة المكونات والأعراق والطوائف الموجودة على هذه الأرض دون تجزئة الأرض. كافة المؤتمرات التي عقدت على مدار 11 عاما، يعني على مدار مع بدء الثورة السورية، لاحظنا كأي مؤتمرات التي عقدت من مؤتمر أستانا أو جنيف أو مؤتمر رياض، فلاحظنا أن الخطط التي كانت توضع ضمن هذه المؤتمرات أو الاتفاقيات التي كانت توضع ويتم العقد عليها كانت بنودها تنص على تجزئة الأراضي السورية والتجزئة والتفرقة بين الأراضي السورية وبين المكونات والأعراق والطوائف المتعايشة على هذه الأرض. منذ بدء الثورة وإلى يومنا الحالي مدى انتشار أو مدى التطبيق السريع لمشروع الأمة الديمقراطية في مناطق شمال شرق سوريا تحت سقف الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تنادي بالتعايش السلمي لكافة المكونات والطوائف الموجودة على هذه الأرض. كشعب كردي لا يرون أنفسهم بأنهم جزء
متجزئ من الأرض من الأراضي السورية، إنما هم جزء أساسي ومكون أساسي من المكونات الموجودة على هذه الأرض. لاحظنا على مدار 11 عاما بأن الشعب الكردي خططوا أو كتبوا بأيديهم بسطور من الذهب في التاريخ بأنهم قادرين على تغيير مجرى التاريخ، تغيير أحداث التاريخ، بأنهم سيسطروا ملاحم تاريخية وبطولية خلال هذه السنوات الماضية، ويؤكدون للعالم أو يؤكدون للمستقبل بأنهم قادرين على تحقيق أو تسطير ملاحم بطولية أكثر متمثلة تحت صورة التعايش السلمي، تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية الذي ينادي بتحقيق التعايش السلمي على الأراضي السورية مع وحدة الأراضي السورية، بأن أرض شمال شرق سوريا جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وأن المكونات والطوائف والأعراق المتعايشة على أرض شمال شرق سوريا هم مكونات والطوائف لا يتجزؤون من المكونات والطوائف الموجودة على أرض سوريا بشكل عام، وأن المكون الكردي أو الشعب الكردي جزء أساسي من الشعب السوري لا يتجزأ عن الشعب السوري، وأن أراضيه لا يتجزأ عن أراضي سوريا. ينادون بتحقيق مشروع الأمة الديمقراطية، نظام فدرالي مع التعايش السلمي لكافة هذه المكونات والأعراق على هذه الأرض. تحدثنا عن المرأة السورية بشكل عام، لكن المرأة السورية الكردية خلال هذه السنوات الماضية تمكنت من تحقيق مكتسبات فكرية، ثورية، عسكرية، مهنية، علمية. طبعا هذه المكتسبات التي انكتب أو سطرها التاريخ بخيوط من ذهب. يعني لاحظنا المرأة السورية الكردية ضمن حققت هذه المكتسبات الفكرية بدءا من شعار المرأة الحياة الحرية، والذي كان شعارا أساسيا في ثورة المرأة السورية في على هذه الأراضي أو في سوريا. لاحظنا ضمن من تحقيق مكتسباتها الفكرية والثورية تحت شعار المرأة الحياة الحرة، الذي هذا الشعار بدأ مسيرته أو بدأ انطلاقه من ثورة المرأة السورية إلى هذا اليوم. لاحظنا أن هذا الشعار أصبح شعار عالمي يتخذه العالم شعارا أساسيا في ثوراتهم. لاحظنا أن هذا الشعار انطلق من ثورة المرأة في شمال شرق سوريا، حيث وصل من شعار ثوري إلى شعار عالمي متمثل يتخذه حيث شعب الشرق الأوسط، الذين ينادون بالحرية وتحقيق مكتسبات فكرية تاريخية والتخلص من الظلم والاستبداد ونظام السلطة الذكورية. فذلك يوضح لنا وبشكل مختصر بأن المرأة السورية بشكل عام والمرأة السورية الكردية قادرة على تغيير أحداث مجرى التاريخ، قادرة على تسطير ملاحم بطولية وتاريخية بسطور من الذهب، قادرة على تغيير قدر المستقبل، والأخذ بيد شعبها والأخذ بيد أبنائها بإخراجهم من الظلمات إلى النور، بإخراجهم وتخليصهم من الظلم والاستبداد إلى السلام والمحبة والعدالة والتسامح والتعايش السلمي. نلاحظ في هذه الآونة الأخيرة بأن الاحتلال التركي يحاول التقارب من سوريا. طبعا هدفها من هذا التقارب هو تغطية ميزانية دولتها، بأن كما ذكرنا سابقا باقتراب حزب العدالة انتخابات حزب العدالة والتنمية وتدهور اقتصاد دولة الاحتلال التركي. يعني نلاحظ بأن الاحتلال التركي لم يعد قادرا على دفع أجور المرتزقة المتمركزين في أقاليم أو في مناطق شمال شرق سوريا المحتلة.
فنلاحظ بأن سعي الاحتلال التركي إلى التقارب من سوريا هو التخلص من الأجور التي تدفعها للمرتزقة المتمركزين في مناطق شمال شرق سوريا المحتلة، بدءا من عفرين مرورا بسريكانية وجريسبي. فنلاحظ هدف تركيا أو هدف الاحتلال التركي الأساسي هو تغطية ميزانية دولتها والتخلص من دفع الأجور للمرتزقة المتمركزين في أقاليم شمال وشرق سوريا المحتلة. فهذا التقارب التي يسعى الاحتلال التركي إلى تحقيقه هو لهدفها الشخصي أو لمصالحها الشخصية، وإنما ليس لتحقيق السلام على أرض شمال وشرق سوريا أو على أرض سوريا بشكل عام. وهذا التقارب ليس من صالح الشعب السوري بشكل عام، إنما هو لمصالح تركيا الشخصية، وكما ذكرنا سابقا هو لتغطية تدهور اقتصاد بلاده. فيتطلب من الدولة السورية بالمساعدة والمساهمة على تحقيق وحدة الأراضي السورية وتحقيق التعايش السلمي للشعب السوري على الأراضي السورية، بدءا من شمال وشرق سوريا مرورا بالشمال السوري، والتخلص من الاحتلال بشتى أنواعه المتمثلة بالقوى الأجنبية الموجودة على هذه الأرض. يتوجب على الدولة السورية المصالحة أو الأخذ بيد الشعب السوري المتمركز في شمال شرق سوريا المتمثل بالإدارة الذاتية الديمقراطية، كونه ذكرنا بأن الشعب الموجود على شمال شرق سوريا جزء لا يتجزأ من سوريا. نقترح بأن يتم المصالحة أو إعادة وحدة الأراضي السورية المنطوي تحت سقف مشروع الأمة الديمقراطية والتعايش السلمي بين كافة شعوب المنطقة.